من بغداد ينضم إلينا مصطفى القطان مراسل الغد. يعني مصطفى، برهم صالح تحدث عن جملة من الإجراءات الاستثنائية من قبل المفوضية والأجهزة الأمنية لمنع عمليات التزوير في هذه الانتخابات، يعني نريد أن نعرف طبيعة هذه الإجراءات الاستثنائية. نعم، مساء الخير. بالتأكيد طبعا بسبب الأهمية التي يتحدث عنها الجميع لهذه الانتخابات التي قد تعقد أو ستعقد بعد حوالي أسبوع من اليوم، هنالك إجراءات استثنائية تطبق من قبل مفوضية الانتخابات العراقية على المستوى التنظيمي، على مستوى عملية الاقتراع وتصويت الأفراد خلال هذه الانتخابات. سوف يحتاج كل ناخب إلى طبعا أن يقدم بطاقة الناخب البايومترية وكذلك بطاقة أخرى تسمى بطاقة قصيرة الأمد، يتم إتلافها بصورة مباشرة بعد عملية الاقتراع، إضافة إلى إحدى المستمسكات العراقية الرسمية التعريفية من أجل أن يكون مسموحا لهذا الناخب بالتصويت. أي من هذه الوثائق والبطاقات إذا كانت غير موجودة فبالتالي لا يحق للناخب التصويت في هذه الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت مفوضية الانتخابات بأن لا يوجد هنالك وقت للتمديد في عملية الاقتراع باعتبار أن الأجهزة الخاصة بقراءة الأصوات وتسجيل الناخبين هي مؤقتة إلكترونيا. سوف يكون وقت التصويت من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 6 مساء دون أي تمديد في الوقت بأي شكل من الأشكال. بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ذكرت مفوضية الانتخابات بأن سوف يكون هنالك تنسيق وانتشار أمني كثيف في جميع مراكز ومحطات الاقتراع، وسوف يكون هنالك حرص من قبل قوات الأمن العراقية على عدم وجود أي نوع من أنواع التأثير على الناخبين. مصطفى، يعني قرار السلطات مشيئتهم أو التصويت بخلاف ما يريدونه خلال بعدم شمل قوات الحشد الشعبي من التصويت الخاص، وهناك تنديد أيضا من قبل الحشد الشعبي، ولكن نريد أن نعرف لماذا تم إقصاؤه. يعني بحسب ما ذكرت المفوضية فإن هذا الإجراء هو إجراء تنظيمي. الحشد الشعبي لم يوفر قاعدة البيانات اللازمة لمفوضية الانتخابات من أجل إدخالها في قواعد البيانات وبالتالي إصدار البطاقات البيومترية الخاصة بالناخبين، مما يؤهلهم للمشاركة في التصويت ضمن الاقتراع الخاص مع بقية صنوف قوات الأمن العراقية في هذا الاقتراع الذي سوف يكون سابقا للاقتراع العام بيوم واحد أو يومين. بالتالي سوف يكون مجموع المصوتين في الانتخابات الخاصة من قوات الأمن العراقية هو 1,700,000 عنصر أمني، لن يكون الحشد الشعبي من ضمنهم. ذكرت مفوضية الانتخابات بأن الحشد الشعبي وعناصره سوف يكونون مؤهلين للتصويت في الاقتراع العام في مختلف المحطات ومراكز الاقتراع، أسوة ببقية العراقيين الذين سوف يشاركون في الانتخابات المقبلة. مصطفى القطان مراسل الغد، كنت معنا من بغداد، شكرا لك.